قالوا نروح للجنه الحكام. اجرت لجنه الحكام الرئاسيه بالاتحاد المصري لكره القدم برئاسه البرتغالي فيتوريا بيريرا استبيان من اجل وضع خطه لتطوير التحكيم خلال الفتره من فين بقى، من 2024 ل 2026. وتكون الاستبيان ده من نموذجين، الاول لجميع الحكام والمساعدين والمدربين المسجلين في الاتحاد في قاعده بيانات التحكيم يعني المحليه، والثاني لاعضاء لجان المناطق في ال 26 منطقه شملت جميع انحاء الجمهوريه طبعا. ومن خلال البيانات المحصله تم وضع الخطه والاستراتيجيه الرئيسيه لتنظيم وتعليم وتطوير التحكيم والخطط العمليه والاهداف الناتجه عنها. وكانت اللجنه قد قامت بتنسيق او بتقسيم المناطق دي لخمس قطاعات، كل قطاع ليه مسؤولين من اجل تطوير التحكيم في مصر يعني، وشرح الخطه لكل منطقه من اجل تنفيذ الافكار اللي هيتم وضعها. انا يعني مشجع جدا للخبير الاجنبي اللي موجود ده، الراجل عامل مجهود كبير، بيحاول يطور، بيحاول يدخل جديد، بس لسه المستوى الفني للحكام فيه شويه مشاكل يعني. يعني المستوى الفني للحكام باين في المباريات فيه شويه مشاكل، احسن من الاول، فيه تحسن، ولكن فيه احسن من كده كتير. الراجل عامل اللي عليه بصراحه، ويعني بيحاول على قد ما يقدر لحد الاخر بصراحه لحد دلوقتي، وحاطط خطه ل 2026 اهو. فلا، نتمنى لهم كل التوفيق.